يبدأ اعتبارا من غد السبت بدء تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التي تم التوافق فيها ما بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث سيتم إعفاء تلك السلع من أي جمارك أو رسوم، وذلك لمدة 6 أشهر. وأعلنت الحكومة عن تحديد 7 مجموعات سلع رئيسية ستبدأ في تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15% إلى 25%، سيكون موضحا كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات. كما تم التوافق أيضا مع السلاسل التجارية على أن تكون هناك وفرة في عرض السلع المستهدفة في المبادرة وبدون هامش ربح. نجحت الدولة في التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمدن وقرى الجمهورية، حيث ارتفع عدد الوحدات المستفيدة من خدمات الغاز الطبيعي من 6 ملايين وحدة سكنية في العام 2014 ليصل إلى نحو 14.2 مليون وحدة سكنية في العام الحالي، مما وفر هذه الخدمة الحضرية لأكثر من 62 مليون مواطن. وأعلنت الوزارة، وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن نحو 500 منطقة على مستوى الجمهورية قد استفادت ولأول مرة بالغاز الطبيعي خلال تلك الفترة. كما تم إدخال خدمة الغاز الطبيعي لأول مرة في محافظتي مطروح والوادي الجديد. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة في تيسير وإتاحة خدمات الغاز الطبيعي للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجا، وأيضا تخفيف العبء عن المواطنين. هذا وقد وصل عدد القرى المستفيدة من الغاز الطبيعي في أولى مراحل مبادرة حياة كريمة إلى نحو 814 قرية. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط $2 بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في سوق تشهد شحا بالفعل. ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية خلال الربع الرابع من العام. ارتفع خام برنت بنسبة بلغت 2.28% مسجلة $87.96 للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 2.39% مسجلا $84.89 للبرميل، فيما ارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغ 3.64% مسجلة $3.15 للتر، فيما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغ 2.15% مسجلة $3.27، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت بورصة الإمارات اقتفاء لأثر الأسهم العالمية في ظل اتساع نطاق الصراع ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مما أثار قلق المستثمرين. انخفض مؤشر دبي الرئيسي بنسبة بلغت 2.3% مسجلا أدنى مستوى له منذ 3 أشهر، إذ تراجعت غالبية الأسهم على المؤشر. كما انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي بنسبة بلغت 1.1%. حث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الصين على معالجة الاختلالات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي. وخلال زيارة له إلى بكين، حذر بوريل من تسارع الجهود التي تبذلها أوروبا لتقليل اعتمادها على الصين في حال عدم معالجة الصين لتلك الاختلالات، مؤكدا أنه من مصلحة الطرفين إيجاد أرضية مشتركة لمعالجة الخلل في العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين الجانبين. أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أكد عدم وجود خطط لإنشاء اتحاد دولي للغاز الطبيعي على غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك. وأضاف نوفاك أن روسيا جزء من منتدى الدول المصدرة للغاز، مشيرا إلى أن عمل المنتدى يتعلق في الغالب بتبادل وجهات النظر. كانت روسيا قد خفضت إمداداتها من الغاز الطبيعي
إلى أوروبا بنحو الثلثين وسط تداعيات سياسية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية. Уже тогда на заре реализации плана ГУЭЛРО было понятно, что только поручив управление объединенными в энергосистему электростанциями.